إقبال كبير تشهده فعاليات معرض الصناعة التقليدية بمدينة الحسيمة الذي تنظمه الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 25 لعيد العرش. المعرض سيمتد إلى غاية 18 من غشت الجاري، وذلك في إطار العمل المتواصل لترويج منتوجات الصناعة التقليدية، خاصة منتوجات تعاونيات وجمعيات إقليم الحسيمة، حيث ينفرد هذا الأخير بمنتوجاته المتميزة عن باقي المناطق. نبدو معروف كي الحسيمه تعمى سواء السودان الحسيمه نغايتيرينا بهار الجاليه المقيمه بالخارج نغا ايضا وذن المغرب قاعد يتسنى زور مدينه الحسيمه الجميله تسندغاس او نبدو ونشنين ثانيتين الفرصه انه نعرف سلمنتوجاتنا اكثر نعرف سيسم التعاونيه اكثر لانه شين توصل على المستوى الوطني جميع المدن المغرب وايضا الصواد حتى اوروبا يزو بنا ان يدقن دومون تنسيني زي بلجيك زي هولندا زي غليمان زي فرنسا زي اسبانيا يتوصل المنتوج النغ حتى الداث نسن ما عليهم الا توصلنا كي نصور المنتوج المعرض انت فرصه صراحه سواء التعاونيه لغير المنطقه لانه المنتوج المحلي ديجن المنتوج غاس خصوصيه فبالتالي اش من تعرف المنتوج المحلي نتعرف المنطقه وهذه الفرصه انه نعرف في الحسيمه المنتوجات المحليه ينس خاصه ذم دوزوي غانغي جانشين معروفه كاحسن ذم غان المنطقه اليوم جيت سعيده لاني كتوجد في هذا المعرض الجهوي اللي كتنظموا الغرفه ديال الصناعه التقليديه كما كتعرفوا حنايا بالنسبه لاقليم الحسيمه وبالاخص يعني في ايمزون اللي كنتواجد فيها ما عندناش فيه المشكل ديال التسويق بالنسبه لهذا المعرض هادو كيكون عندنا واحد الفرصه كبيره باش كنخرجوا ليهم باش كنشجعوا البنات اللي معنا المتعاونات اللي كما كتشوفوا كيديروا واحد المجموعه ديال الانتاج وهاد المعارض هادو اللي كيخلينا باش كنتسوقوا ومنها كنتعرفوا على الناس اللي كيجيو عندنا سواء من الجاليه المغربيه ولا من الجاليه المغربيه اللي كتكون في جميع يعني في المدن المغربيه وانا بالدور ديالي كرئيسة تعاونية وكعارضة هنايا كنرحب بجميع الضيوف ديال مدينة الحسيمة سواء الجالية المغربية أو الجالية أو السياح ديال المغاربة كنرحب بجميع نتواجد دانيتينغ المعرض الجهوي يتأسس الغرفة التجارة جهة طنجة تطوان الحسيمة المعرض وانيتين ذي مجموعة الأنشطة اكسيري تقن كرة سقواس حمد سوق قاعي ثماث ناقل منتوجات نسن واستقبال الزوار خربين الزوار المدة ثانيتين تصادف فيك شهر 8 ذاينتين الجالية برا الخارج ذاينتين يبدان الداخل تشجع نقيج الحق بزاف المنتوجات اللي جان نتموات ونتوشي مثلا خيد يوسين زبارة كيخي حضان داراني ثني تسوق المنتوجات نسن تشجع مخاصقا السياحي قيت قندانيتين تشجع بزافين صناع تقليديين ونسيتي ما ديرين بدا المعارضين ديرين موسميين لما مخاصقا على الصعيد الوطني لما يدينا على برا ان شاء الله حماقة نظميج الفرصة الاقتصاد التضامني نيت
مثلا اخي جان التعاونيات جان فرادة صناع فرادة حما سوق المنتوجات نسن حما دي توسمع مخصقان الحس الفني نسن ابارا مرة ييث مثلا احنا اليوم في مدينة الحسيمة داخل تنظيم واحد المعرض ديال الصناعات التقليديه بصفه عامه منتوجات المجاليه والتقليديه والعصريه. حنا هنا في مدينه الحسيمه كنمثلوا القطاع ديال النسيج اللي هو جلابه الوزانيه واللي هو هاد المعارض عنده واحد الدور مهم اللي بالفضل ديالهم اللي باش كنستطيعوا نديروا يعني علاقات مع الزبائن مختلف انحاء ديال المغرب عن طريق هذه المعارض هذه اللي كتكون فيها مناسبه باش كنتعرفوا على بزاف ديال الانواع ديال الصناعات التقليديه واللي هي يعني كتكون بزاف ديال المناطق يعني ما كيعرفوش الصناعات كاملين يعني كل منطقه وباش كتمتاز. والحمد لله يعني دابا اليوم لقينا كاين واحد الاقبال يعني على هذا الشيء التقليدي ويعني كترجع داك الصوره اللي كانت شحال هذه كاينه اللي كانت بدات مقارض ولكن دابا الحمد لله راه رجعت الصوره الاصليه ديالو داك الشيء يعني كاينه اقبال ديال الناس على هذا الشيء وكيبغيو يدعموا هذه المنتوجات التقليديه وهذا الشيء هذا كيكون ان شاء الله بفضل هاد الناس المسؤولين اللي كيسهروا على تنظيم هذه المعارض اللي باش الطريقه ديال التواصل. وكنشكرهم بزاف من هذا المكان لاننا فعلا يعني لقينا كاينه واحد السوق كان يعني مبهم ما كانش واضح ولكن داخل هاد التنظيمات بحال هادو الحمد لله كنستطيعوا باش كنوفروا يعني باش كنديروا علاقات وكنزيدوا نتفتحوا على اسواق اخرين. وبالنسبه للمهرجان هو اول مشاركه ديالي فيه وعجبني بزاف من ناحيه ديال التنظيم من ناحيه ديال الاستقبال من كل شيء. الناس ديال الحسيمه ناس طيبين بزاف ومرتاحين معاهم وكنحسوا بحال خوتنا. اول مره في الحسيمه الصراحه كان الاقبال كثير بزاف وتفاجات ما كنتش كنتصادر غيكون هاد الكميه ديال الناس كامله وفرحت بزاف ودابا وانا فرحانه بزاف حيت جيت هنايا وكنتمنى نعاود نشارك مره اخرى. نشدني شي المجموعه نضم غارين نتمعاون نتخيض الى مزقه وقنا كذا دعت وهار والحمد لله دوزت الفرصه هي هكا نصد عاد نشي المنتوج نصد عاد الخدمه يعني باش تزان اي ثمثن ماشي ني ندا وهار وخا قند كلشي الحمد لله كلشي توارن كلشي تشجعنا انا نتشكى يعني نظم المنايا سمونا نغدا انت بعدا غنتعرف خياويه انت عارف خيوي يعني ويستفاد زيوا ويستفاد زي المنتوج نقول نظن نشني نتمنى منايا باش انا هو هذا لان نشي نطغيما وحدنا نخدم وحدنا وغني تويري حد ونتوي ريحد بصح غانغ المنتوج ذا باه غانا ولكن خصها ضيف الوجود خصها تزاني وذاني خصها يعني مجرد من وخوي صغير شي اعداد السلام عليكم منايا ذا باه منايا عجبانا وكشي كارت في زيت وكشي ثين قايت نحسسيش نحجت يعني ذي جصوي في القاص نتمنى عاد شي نهار نحسس كيروخا. نهار ان شاء الله نشارك المعرض الحسيمه قال معرض الصناعه التقليديه نتشكر الصناعه التقليديه حمود جيد ثنينا تفوق نشارك شيء الفرصه نشكي قال معرض باش نظهر نشي المنتوجات المغناريف هاد النظاقي منتوجات كاريف النظاقي المستوى يعني نصادم غا نعرف الكثرة يعني النساء القرويات يعني تهمنت سمانايا إذا غيش نوع الكسكس يعني علينا ذي نقار الكسكس الشعير يعني مغارين قيم شد قنس نقارضن قليل ثني دقل نوع منتوج تمني إن شاء الله ندوى نزور هذا نجيج المقرض سبحان علينا نكمل ان شاء الله نقول هذا المنتوجات نطمني ان شاء الله الحلمين ونيش تنصيب عالميه يعني المنتوجين تنصيب العالمي ظني الحلمين. و
ويأتي اختيار مدينة الحسيمة لتنظيم المعرض الجهوي للصناعة التقليدية في هذه الفترة نظرا للرواج الذي تعرفه المدينة والتوافد الكبير للزوار عليها سواء من داخل المملكة أو من طرف أفراد الجالية المغربية العائدة لقضاء عطلة الصيف. ويبقى معرض الصناعة التقليدية بمدينة الحسيمة فرصة لما يقارب 100 عارض للتعريف بمنتوجاتهم المجالية المتميزة وإبراز حرفية الصانع المغربي ذات الصيت العالمي. من الحسيمة لكم تحيات علي الخصيم، موفد قناة مابيلانتيغ تيفي.